ده شغلي وده جانب يعني سايد من حياتي. أنا درة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن جزء يعني من حياتي ليه علاقة بالسوشيال ميديا، وجزء ملوش علاقة خالص بالسوشيال ميديا، حياتي الشخصية وحياتي أكتر كمان في شغلي كممثلة وبس. إحنا الصبح وانا بعمل كنت مكياج للدور للفيلم بتاعي، انا دايما دايما بفضل الميك اب الطبيعي السيمبل عشان الناس تشوفني على طبيعتي، وبره حتى التصوير يعني الناس في الشارع لما بيقابلوني يعني بيلاقوني يمكن حتى باقل من كده ميك اب، يعني بنزل ممكن من غير خالص في الأدوار أو في التصوير على حسب يعني متطلبات. طبعا لما بكون بعمل مثلا فوتوشوت حاجة ليها علاقة بالفاشن أو بيكون عندي إيفنت مهمة بنحط ميك اب أكتر بكتير يعني من كده، أو بنحط حاجة ديفرنت يعني وتكون ترندي، بس دلوقتي هو الطبيعي يعني الدور ده أو معظم الأدوار اللي بقدمها بتتطلب أكتر الناتشرال ميك اب ناتشرال لوك. شعري ده طبيعي برضو سحبيه من النوم عشان تبقوا عارفين وبس، وبعدين خلاص هشرب القهوة وهروح على التصوير. ميرسي. في حاجة تانية؟ أول حاجة تانية هعمل ايه؟ درة معجب بيها كممثلة، بعتبرها ممثلة ممتازة جدا، أثبتت نفسها في السينما المصرية. هي من اصل تونسي بس دخلت بيوت الشعب المصري والشعب المصري حبها جدا. She's a very feminist actress and she's helping people a lot. اثبت نفسها انها بتتكلم مصري كويس. اعتقد انها اصبحت مصريه. Massive influence على كل الناس اللي بالوطن العربي، ومش بس بالوطن العربي بس كمان across the world. عندك مسلسل نسر الصعيد كان جميل جدا، شفت ليها كان جميل جدا. وانا بحترم فيها ذكائها وحبها لمصر والمصريين. عندها انفلونس كتير كبير بالسوشيال ميديا. ادوارها جميله جدا، الستايل بتاعها جميل جدا في السينما، وشفت افلام ليها كتير. هي كمان واز نومينيتد باي فوربس، وليها افلام مؤثره واثرت في الشعب المصري. از موست سوشيال ميديا انفلونسر. انا رايحه على التصوير دلوقتي، متاخر شويه فلازم اروح بسرعه. انا النهارده في المكان ده وباللبس ده عشان انا بصور دور جديد. ده مستشفى، دي مستشفى، ودايما احنا بنصور في اماكن كتير حقيقيه يعني. بنعمل الفيلم ده اسمه مولد يا سيده، وبنتكلم فيه عن الواقع، وانا بعمل شخصيه ممرضه عشان كده لابسه كده وقصه ضوافري وكل حاجه. فبس وبنحاول نكون قدر الامكان يعني واقعيين. فالنهارده يوم بيبقى التصوير صعب، تعالوا ورايا هنا. بس الأوضة اللي بقعد فيها، الأوضة اللي بقعد فيها في التصوير بتبقى دايما يا أوضة يا كارافان، وبتبقى بسيطة مش زي الناس فاكرة، أو زي ما احنا ساعات بنوري الحاجات اللي فيها جلامر أكتر وكده. ساعات في السينما بالذات بالنسبة للممثلين بالذات لازم نتأقلم مع كل الأوضاع. يعني أنا عملت أعمال زي مثلا مسلسل سجن النساء، زي يعني مسلسلات وأفلام كتير بتحكي عن الواقع، وواقع الشخصيات اللي أنا بعملها مش دايما هو زي الواقع اللي أنا عايشاه كدرة كممثلة، أو الناس بتشوفه لما بكون لابسة حلو ورايحة مكان حلو. طبعا دلوقتي كل الناس أجازة وعلى البحر، بس للأسف أنا في التصوير وده شغلي وده جانب يعني سايد من حياتي، حبيت ان انتوا تشوفوه معايا. ده المخرج ودي مساعدة المخرج. ده ممثل، ده الدي او بي مدير تصوير، ده انا تاني عملت كده معلش.
ممكن نوقف شوية لغاية ما نبدأ بروفا. دلوقتي مش ستوب. يا نانا يا زبالة، ايه اللي جابك هنا يا امن؟ المشهد صعب. انا عايزه اقول حاجه، يعني احنا دايما طبعا على السوشيال ميديا الناس ما بيشوفوش ده خالص، يعني او ما بيشوفش حتى ساعات التصوير، ويعني ما يعرفوش قوي عن مهنه الممثل. طبعا الممثل بيتكلم عن مهنته، بس دلوقتي الاكسبوجر بقى من خلال السوشيال ميديا اكتر. فاحنا بننزل، انا بحب انزل صور حلوه، بنشوف الفاينل برودكت، بنشوف الفيلم لما ينزل، المسلسل لما ينزل، بنشوف افيش، بنشوف حاجات كده، بنشوف واحنا بنحتفل بنزول فيلم مثلا، فبنكون لابسين وبنضحك كل اللي ورا الكاميرا او شغلتي انا كممثله ما يبانش ان انا مثلا ممكن في الاوضه دي او غيرها او في كارفان او حاجه ممكن اقضي ساعات من الانتظار، يعني وده مهنتي كممثله انا وغيري. فهي مهنه، هي مهنه مش مجرد، يعني عشان ناس كتير بيسالوني ساعات، وساعات بكون في تكريمات او ندوات وبنات صغيرين او ولاد او بنات بيقولوا لي احنا عايزين نمثل عايزين نمثل، فانا دايما اقول لهم لو بتعتبروها مهنه حقيقيه ولو انتم ما تقدروش تعيشوا من غيرها مثلوا، غير كده لا. لو هتمثلوا عشان الشهره لا، لازم ما يكونش هو الهدف، لازم يكون التمثيل نفسه انت بتحبه، في باشن للتمثيل، يعني بتستمتعي وانت بتمثلي، لان اللي ورا ده صعب مش سهل، يعني مهنه فيها صعوبات زي اي شغلانه تانية، وفيها ايجابيات وفيها سلبيات. والشهره نفسها انا بعتبرها فيها جانب سلبي كبير يعني جنب الجانب الايجابي. بس كده. انتوا فاتحينها هنا للبلطجيه ولا ايه؟ سيبني يا امن يا امن. يلا خمساني عشان تعميني. والله لاخلعك لو ما اشركتني انا والنساء في المعركه. زهره ابوك كان معاه حق. نفسي تعرفني بعد، احنا صحيح ما عرفناش بعض كويس قبل الجواز. لا تغلط في اسيادك. القلب مشلوب دم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بره من امن الدوله عايزين. لا خلينا وشنا للنور كده. اهو. كده منورين طالعين. هلا دراو، انسانة كتير ناجحة وانا بحبها كتير، اعملها كويسة وفيلمها عامل احسن نسبة مشاهدة. I just want to say thank you for being you. I really like your movies. ده عدد معجبين كتير، يعني تقريبا شي 4 او 5 مليون. مسلسل نسر السايد. The way you are, you are very inspiring for women. ربنا ينجحها وان شاء الله من نجاح لنجاح. وانا كتير بتابع على اليوتيوب. عملت دراما والافلام. So yeah, keep going on being you. درة. أنا متابعين الفنانة درة. She has inspired a lot for the women in the society. حلوة وظريفة، أثبتت نفسها بالسوشيال ميديا. ممثلة شاطرة وناجحة وبتعرف تختار على دورها كويس. She is a very good actress as well. تمثيلها كتير رائع. صراحة الفنانة يعني لها جمهور. وعجبتني في مسلسل العار وفيلم الأولى في الغرام مع الأستاذ هاني سلامة. I just love her Instagram, her the way she dresses, the way she communicates to the public. واحدة من النجوم القلال اللي أثبتوا موجوديتهم. ما قامت به من أدوار جدا رائعة. ومسلسل العار مع الأستاذ مصطفى شعبان. Inspiring she is for the youth, for the people right now. أنا بحبها كتير. جميلة ولها حضور يعني وعندها كاريزما كتير يعني. صراحة بحب تمثيلها وتمثيلها جدا رائع.
هنتكلم شوية على تأثير على السوشيال ميديا. تعالوا الأول التأثير على السوشيال ميديا هو مسؤولية على الفنان، وخصوصا مش على السوشيال ميديا فقط، يعني هو مسؤولية بشكل عام انه كفنان في متابعة كبيرة لي. يعني انا بحاول يكون تأثيري ايجابي، حتى احيانا انا بكون بيحسوا بيا، يعني لما بكون فرحانة لما بكون زعلانة. انا ما بعملش اي، انا صادقة، يعني بحاول اكون صادقة مع الناس، وأظن إنه صدق هو اللي بيوصل. أنا مش بشار كل تفاصيل حياتي، مش بعمل يومياتي، لأنه أنا مؤمنة إنه لازم الإنسان بشكل عام حتى لو مشهور يكون عنده حياته الخاصة ويكون ليها احترام. لكن يعني أجزاء من حياته الخاصة ممكن يوريها عشان الناس تقرب منه، يعني تقرب منه أكتر. وهذا اللي نحاول نعمله، نحاول نعطي بوزيتيف ايمج للمرأة العربية، للفتاة العربية، انها تكون يعني عندها شخصية، وتكون مش بتقلد فقط، يعني تكون عندها شخصيتها هي الخاصة، عندها افكارها الخاصة، عندها طريقتها في كل شيء. فمعجب بيها جدا كشخصية كممثلة، وحب أسألها سؤال، إيه الأشياء اللي بتحبي تنزليها على السوشيال ميديا؟ شيء إما يعني إما يفرح الناس لما يشوفوه، أو يكون فيه مسج، أو حتى لو فيها حزن. يعني أحيانا يقولوا أنت حزينة أو عينك حزينة، هنا كلهم يعني ده بارت من الحياة، بيكون فيه حزن. وأنا ما نحاولش نوصل إن الحياة من برا بس، إنه تكون فيك بس وأفكتس وأشياء كلها مصطنعة، لا. يعني في شيء طبعا ليه علاقة بالفن والآرت، وإنه يكون معمول بشكل حلو أو بشكل فني، ولكن مش بشكل مصطنع. يعني أحب أسألها أقول لها، الفنانة دورة جات من ثقافة مختلفة، يعني إحنا الشعب التونسي طبيعي كده كده حبيب المصريين وكل الشعوب العربية طبعا، مع بس حبيت أسألها سؤال، هي جت من لهجة مختلفة وثقافة مختلفة وانخرطت جوه الشعب المصري وبقى لها شعبية كتيرة في مصر ما شاء الله، ويعني قدرت تتفهم وتتواصل، غير فنانات كتير عرب يعني ما يدروش يوصلوا للي هي وصلت له. يعني كنت بدأت شوية يعني معي كارير في تونس، لكن جيت يعني في بلد فيها 90 مليون أو 100 مليون ما يعرفونيش. هنا في صناعة كبيرة للفن والسينما والتلفزيون، ثم منافسة كبيرة، إن حد يفرض نفسه مش بيكون سهل. تفاصيل الحياة اللي وراء الأضواء الناس ما تعرفهاش، يعني قد إيه أنا كان في أوقات كنت بحس بوحدة، كان في أوقات بحس بصعوبات إن أنا أوصل وأفرض نفسي وبشكل كمان جيد وبشكل مشرف وبشكل، يعني أنا كان حلم بالنسبة لي وسعيد أني نحقه. يعني رغم أن دراستي كانت علوم سياسية وحياتي كانت فيها أشياء مختلفة، ولكن أنا كان حلمي أكون ممثلة وأنجح. بسأل الفنانة درة كيف حققتي هذا كل النجاح على السوشيال ميديا؟ أنا بدأت السوشيال ميديا كده يعني لأنه لازم، يعني جنب شغلي، وبعدين بتعامل مع الموضوع ببساطة جدا. يعني أنا مش حاسة إني يعني في طبعا يعني حسيت إن الموضوع بقى كبير أكتر وبقى فيه تأثير وبقى فيه يعني جهات مهمة أو ماجزينز مهمة وبراندز مهمة بتكلمني، لكن وده فرحني أكيد. يعني حسيت إنه جزء من نجاحي، لكن أنا بقول يعني دايما ده مش يعني أنا داون تو إيرث شوية، يعني مش بحس إن الحاجات دي حاجة كبيرة قوي، بحس إنه أنا زي ما أنا وشخصيتي هي هي. يعني نحب نسأل درة زروق، شنو الرسالة توجهها للجمهور متاعك؟ بحب أدي مسج، مش إني أقول، إنه يشوفوا من خلال، يعني أنا بحس إنه يعني your example is
more important than your opinion. مش اني ادي رأيي وخلاص، ما هو كل واحد ممكن يقعد على كرسي ويقول كلام، لكن انه يكون بيدي الاكزامبل الحقيقي على ارض الواقع بنفسه باللي هو عمله، يعني الاشياء اللي في الحياه اللي تغلب عليها قدر يتغلب عليها، بان اوكي يعني الواحده تكون اكيد حساسه وفرجايل وكل حاجه، بس تكون قويه، تعرف تقوم تاني، يعني حتى اي حاجه ممكن تقع وتقوم تاني، يعني ده الاهم. دي تجارب الحياه، مش الحياه انك تفضلي دايما في مكانه معينه، لا انت بتسعي لده، وعشان تفضلي في المكانه دي الاستمرار اصعب من الوصول للهدف. يعني الوصول للهدف صعب جدا، ولكن ممكن توصلي لنجاح معين وبعد كده كله يروح. يعني متوقع ان انا اكون مؤثرة على السوشيال ميديا وان يكون نجمة كبيرة وان يكون يعني كل الحاجات دي، لا طبعا ما كنتش عارفة ولا متوقعة، ولا كنت، انا كنت طفلة شوية يعني بحب اقعد لوحدي، بحب العب العاب بتاعتي، عندي الاصدقاء بتوعي واصحابي، حتى في منهم يعني اصدقائي اللي لسه قريبين مني دلوقتي معظمهم اللي اعرفهم من وانا صغيرة يعني، لكن طبعا ما توقعتش كل ده. هو اصلا ما كانش في حاجه اسمها سوشيال ميديا وانا طفله، وانا يمكن يعني يمكن شيء افضل اني قضيت طفولتي من غير سوشيال ميديا. انا مش من الاطفال اللي قضوا طفولتهم قدام بيشوفوا الايفون، او قضيت طفوله اكتر بنلعب. بحب الفن، منجذبه للفن بشكل عام، وكنت احب اتمنى ان انا أكون ناجحة في حياتي، أتمنى أن أنا أسافر أعمل حاجات بحبها. قررت كتير وكنت معتمدة على نفسي واعتمدت كليا على نفسي، يعني يمكن الناس بتشوف من برا وما بتشوفش يعني داخليات الأمور، وأكيد يعني فخورة باللي حققته. أنا دايما بحس أنه نفسي طبعا أحقق أكتر، ويعني في عندي أحلام كمان يعني تانية كتير كان نفسي أحققها. يمكن دلوقتي بقيت راضية أكيد، لكن يعني عايزة أعمل حاجات أحلى من اللي عملتها كمان. بس ده شغلي وده جانب يعني سايد من حياتي.